بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا عمرو وادي. احنا كنا معكم في اللقاء الأول من شرح مادة النظم السياسية والقانون الدستوري لأستاذنا الدكتور رمزي طه الشاعر، مقر الدراسي للنظرة العامة للقانون الدستوري. وزي ما احنا عارفين إن المقر الدراسي السنة دي بينقسم إلى الباب الثاني اللي هو عبارة عن نفاذ القاعدة الدستورية. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان المقرر الدراسي بينقسم الى الباب الاول، وكان الباب الاول عباره عن نشاه القاعده الدستوريه. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن نشاه القاعده الدستوريه، قلنا ان القاعده الدستوريه لما بتنشا في العمل كانت عباره عن، سواء كانت بقى طريقه بقى نشاه القاعده الدستوريه في بلاد الدساتير المكتوبه او بلاد الدساتير العرفيه. قلنا ان في بلاد الدساتير المكتوبه بتبقى عباره عن نشاه القاعده الدستوريه عباره عن طريق المنحه او العقد اللي بيصدره الملك للشعب، تمام، او عباره عن السلطه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه اللي اصدرت القاعده الدستوريه. وبناء عليه بتنشا القاعده الدستوريه، ويظل بقى عندنا بقى تطبيقها في العمل علشان نعرف بقى إذا كانت القاعدة الدستورية ديت يعني كاملة أو فيها غموض، أو في نص في القاعدة الدستورية أو في الدستور ذات نفسه أو في الوثيقة الدستورية ذات نفسها النصوص واضحة ولا بيكتنفها بعض الغموض. فإذا كانت بعض النصوص في الوثيقة الدستورية يكتنفها بعض الغموض أو نقص، بيقوم بقى المفسر أو المشرع الدستوري بتفسير هذا الغموض أو النقص اللي في النص الدستوري. وفي بعض الاحيان ما يبقاش فيه برضه نص صريح اصلا في القاعده الدستوريه نفسها او في الوثيقه الدستوريه على اختصاص جهه معينه بالتفسير النص في حاله الغموض، سواء كان النص دوت في قانون معين او في قانون عامه يعني بصفه عامه. تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان المحور الاساسي للكتاب كله بيدور حوالين الثلاث اسئله الاساسيين. السؤال الأول ما هو نطاق تطبيق القاعدة القانونية اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، أو بمعنى آخر ما هو مدى سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان ومن حيث المكان. السؤال الثاني، كيف يتم تفسير القاعدة الدستورية ذات نفسها لو أن هناك نص دستور غامض زي ما احنا قلنا، أو بمعنى آخر الجهة المختصة بتفسير القاعدة الدستورية ذات نفسها. والسؤال الثالث هيكون وسائل كفالة القاعدة الدستورية، بمعنى آخر يعني ما هي وسائل كفالة القاعدة الدستورية، تمام؟ أو ما هي ضمانات تطبيق القاعدة الدستورية؟ يبقى في عندنا ضمانات زي ما احنا قلنا إن أي دولة قانونية في العالم بتنقسم إلى ثلاث سلطات، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ولابد يبقى في رقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت برضه رقابة متبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ودور ثالث برضه بتقوم به السلطة التنفيذية، ودور فعال أصلا هو الرقابة على السلطة القضائية، وفي نفس الوقت برضه بتقوم السلطة القضائية بالرقابة على السلطة التنفيذية. ومحور الحديث بتاعنا النهاردة بيدور حوالين نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان ومن حيث المكان. وعلشان نعرف نطاق تطبيق القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها هنقارنها بالقاعدة الدستورية. وزي ما احنا عارفين ان تحديد نطاق او مدى سريان القاعدة الدستورية من حيث المكان ما بيصيرش مشاكل او اي خلافات. ولكن بقى بالنسبة للقاعدة القانونية زي ما احنا عارفين كان في عندنا مبدأ السريان الاقليمي للقاعدة القانونية ذات نفسها. اذا كان مكان سريانها هو الاقليم الصادرة فيه وبتتنفذ فيه القاعدة القانونية ذات نفسها. وعندنا مبدا السريان الشخصي للقاعده القانونيه، وهو بقى المحل اللي بيرد عليه سواء كان ذا الاقليم او خارجه وجود الاشخاص اللي هي موضوعه من اجلهم القاعده القانونيه، تمام؟ فاحنا قلنا بقى ان لا يصور في العمل يعني لا يصور التساؤل بالنسبه للقاعده الدستوريه، لان القاعده الدستوريه زي ما احنا قلنا بتنظم السلطه السياسيه في الدوله. زي ما احنا قلنا السلطات السياسيه في الدوله هي السلطه التشريعيه اللي هي البرلمان، ممثله في البرلمان في التشريعات او في النظام القانوني المصري، والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان السلطه التشريعيه بتقوم على تشكيلها واختصاصها
وزي ما احنا قلنا برضو العلاقه بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه اللي بتتمثل في الاعمال الحكوميه والرقابه المتبادله بين السلطتين اللي هي السلطه التشريعيه الممثله في البرلمان والسلطه التنفيذيه. وفي عندنا طبعا علاقه متبادله برضو بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه في نفس الوقت اللي هي بتمثل برضو تنظيم القضاء الدستوري والسياسي. زي بعض المبادئ المتعلقه باستقلال السلطه القضائيه. زي ما احنا عارفين ان في عندنا مبدا اساسي ومستقر وهو مبدا استقلال القضاء. يعني القاضي مستقل في اتخاذ الحكم اللي يراه والقرار الذي يراه بدون ضغط عليه من اي جهه او سلطه يعني اعلى منه، سواء كانت طبعا سلطه تنفيذيه او سلطه تشريعيه، وده مبدا معروف ومستقر عليه في كافه الدساتير السابقه والدستور الحالي للدستور المصري 2014. تمام. وزي ما احنا عارفين ان القاعده الدستوريه دي بتنظم مسائل خاصه اللي هي بالسلطات العامه للدوله، زي ما احنا قلنا السلطه التشريعيه ممثله في البرلمان والسلطه التنفيذيه ممثله في الحكومه والسلطه القضائيه ممثله في القضاء. تمام. وزي ما احنا عارفين طبعا لا يتصور ان نطبق القواعد دي القواعد القانونيه زي ما احنا قلنا خارج اقليم الدوله وفقا لمبدا السريان الاقليمي للقاعده الدستوريه بصفه عامه يعني. تمام. زي ما احنا قلنا ان القانون الدستوري طبعا هو قانون محلي بيقتصر على العلاقات التي تنشا داخل الدوله بين الدوله. تمام. وزي ما احنا قلنا الوثيقه الدستوريه هي عباره عن علاقه متبادله بين الدوله وبين الشعب. تمام. وبناء عليه مبدا السريان الاقليمي دوت للقاعده الدستوريه هو المبدا الاساسي الوحيد يعني اللي بنطبق على اساسه القاعده الدستوريه في الدولة المراد تطبيق النظام السياسي داخل الإطار القانوني والسياسي للدولة الحالية. هنشوف بقى تحديد بقى وقت صرامة القاعدة الدستورية. زي ما احنا عارفين طبعا ان القاعدة الدستورية دي بتنفذ منذ صدورها بواسطة الجمعية التأسيسية اللي هي اصدرت الوثيقة الدستورية ذات نفسها، وبناء عليه بتنفذ القاعدة الدستورية، ولكن برضه بيختلف برضه حسب المصدر على أساس الدول ذات الدساتير المكتوبة والدول ذات الدساتير العرفية. ففي الدول مثلا ذات الدساتير المكتوبة طبعا المصدر بتاعها زي ما احنا عارفين سواء كان عن طريق منحة من الملك أو عقد بين الملك والمتبوع أو عبارة عن السلطة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية اللي قامت بإصدار الوثيقة الدستورية. تمام. او في بلاد الدساتير العرفيه طبعا على اساس ان القاعده العرفيه دي بتبقى مكتمله الاركان وبيعتبر مساله موضوعيه بتخضع للظروف في الدوله، كل دوله على حده يعني. ولكن برضو على عكس من كده بنشوف ان القاعده الدستوريه المكتوبه زي ما احنا قلنا في بلاد الدستور المكتوبه ومنها معظم الدول العربيه ومنها مصر والكويت واماره البحرين ومعظم الدول العربيه تقوم بكتابة الوثيقة الدستورية وبتنص على بعض القوانين الأساسية اللي بتتناول موضوعات ذات صبغة دستورية وبيكون تطبيقها من وقت اكتمالها وفقا للشروط الشكلية اللازمة لنشوء القاعدة الدستورية. وزي ما احنا عارفين ان الوثيقة الدستورية دي بتعتبر نافذة من تاريخ صدورها، من تاريخ صدورها طبعا من الحاكم ذات نفسه زي ما احنا قلنا في حالة المنحة أو إتمام العقد في حالة وجود عقد بين الملك والمتبوعين. تمام؟ أو منذ صدور جمعية تأسيسية زي ما احنا قلنا في لجنة الخمسين بعد ثورة يوليو في مصر. تمام؟ عن طريق الجمعية التأسيسية. تمام؟ ومنذ صدور بقى نتيجة استفتاء الشعب عليها بطريقة الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري زي ما احنا عرفنا في الباب الأول. تمام؟ وقلنا ان القوانين الاساسيه طبعا بمجرد نفاذها بتمر بمراحل بتتطلبها المشرع الدستوري زي ما احنا عرفنا طبعا، وبتمر باجراءات خاصه زي الاقرار والاصدار والنشر، وطبعا بينص الدستور على قواعد تطبيق سريان القواعد القانونيه من خلال السلطه التشريعيه سواء كان بالاقرار او الاصدار او النشر. تمام. وزي ما احنا عارفين بيتم تعيين مكان ووقت تطبيق القاعده الدستوريه زي ما احنا عرفنا قبل كده وفقا لنفاذ القاعده الدستوريه في العمل، يعني اي بمعنى معناها يعني الوقوف على معنى ما تضمنه من حكم والبحث عن الحكم الواجب اعطائه لما قد يعرض في العمل من فروض لم تواجهها هذه القاعده صراحه. زي ما احنا عارفين ان القاعده الدستوريه هي تعبير عن اراده السلطه التاسيسيه المختصه زي لجنه الخمسين بعد ثوره يوليو. طبعا ممكن القاعده الدستوريه طبعا قد يكتنفها بعض الجمود
او عدم وجود نص يحدد الجهه المختصه بتقوم بتفسير القاعده الدستوريه في حاله غموض نص معين صادر عن الوثيقه الدستوريه، او سواء كان هذا النص صادر من البرلمان او صادر عن الجمعيه التاسيسيه او السلطه التاسيسيه في بلاد الدساتير المكتوبه. وقلنا طبعا لازم ان احنا نزيل هذا الغموض، ونتعرف على اراده المشرع الدستوريه اللي كانت في وقت اصدار هذا الدستور او الوثيقه الدستوريه، وابناء عليها بيتم اللجوء لتفسيرها علشان نكشف المراد بالاراده المشرعه في الوقت دوت اللي كان اراد ان يعبر عنها المشرع الدستوري او السلطه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه او الوثيقه زي ما احنا قلنا قبل كده في طريقه الوثيقه اللي بيقوم بمنحها الملك، او في حاله التعاقد ذات نفسه باتمام العقد في حاله العقد الصادر من الحاكم او الملك. تمام؟ وزي ما احنا عارفين بقى ان تحديد نطاق القاعده القانونيه او مدى سريانها، وعلشان نحدد المعنى اللي بتقصده القاعده القانونيه لازم ان احنا نعرف قواعد القانون الدستوري، فهي بتختلف من قاعده قانونيه عاديه على اساس ان هي بتضع قيود على السلطه الحاكمه اللي بيجب على السلطه انها تقوم بتوقيع الجزاء، وفي بعض الحالات بتفرض الطاعه على جميع المواطنين، وده بيؤدي ان السلطه ذات نفسها بتكون مطالبه بتوقيع الجزاء على نفسها. على اساس ان هي لو خالفت القاعده الدستوريه او الوثيقه الدستوريه بيفرض عليها جزاء معين، زي ما احنا قلنا قبل كده في حاله مثلا قيام الملك فاروق بتعيين رئيس للقصر بتاعه بالمخالفه للدستور اللي كان ساري في الوقت دوت، وقام رئيس الوزراء بالاعتراض على تعيين رئيس الديوان الملكي، ولكن الخلاف دوت اسفر عن ان قام رئيس الوزراء في الوقت دوت بتقديم استقالته، ولكن الخلاف كان على اساس عدم وجود نص يضع جزاء لمخالفه الحاكم او الملك في الوقت دوت. تمام؟ وزي ما احنا قلنا موضوع نفاذ القاعده الدستوريه دوت لابد يبقى فيه له ضمانات على اساسها تضعها الوثيقه الدستوريه علشان نطمن ان تم تطبيق القاعده الدستوريه دوت بطريقه سليمه طبعا، ولابد يبقى في وسيله من وسائل الضمانات دي بتكفل تنفيذ الوثيقه الدستوريه او النص الوارد في الوثيقه الدستوريه. في حاله عدم وجود نص صريح على اختصاص جهه معينه بتفسير القاعده القانونيه، او في الاساس غموض النص ذات نفسه الوارد في الوثيقه الدستوريه، فكان لازم يبقى في عندنا طرق لتفسير القاعده الدستوريه ذات نفسها. في حاله عدم وجود نص اصلا، ازاي افسر الخلاف اللي بيقع بين الحاكم مثلا والحكومه ممثله في السلطه التنفيذيه، زي ما احنا قلنا المثال بتاع الملك فاروق وتعيين رئيس الديوان الملكي. وفي عندنا مثال اخر برضو احب ان انا اقوله برضو، في ايام الرئيس الراحل السادات الله يرحمه كان كمال الدين حسين، وهو كان من الضباط الاحرار، كان له شعبيه وكان الشعب كان بيحبه، فكان يعني ترشح لمجلس الشعب في الفتره ديت، واكتسح في الفتره ديت ونجح، ولكن برضه ارسل خطاب شديد اللهجه للرئيس السادات، ولكن الرئيس السادات احال هذا الخطاب الى محكمه القيم، ومحكمه القيم قالت رايها في الموضوع دوت وعرضت مذكره على مجلس الشعب او رئيس مجلس الشعب اللي اصدر قرار بفصل كمال الدين حسين بناء على هذا المذكره التي قامت بكتابتها محكمه القيم. وتم عرض الامر بقى، قام بقى كمال الدين حسين بالتظلم وعمل طعن امام مجلس الدوله، ومجلس الدوله يعني اصدر حكم باحقيته في تولي او العوده الى المجلس، ولكن برضه صار خلاف برضه بين الحكم الصادر من مجلس الدوله ورئيس مجلس الشعب الفتره ديت، وتم تسويه الامر الى ان اصدرت فتوى من مجلس الدوله على اساسها حقيه كمال الدين حسين في الفتره ديت بالترشيح، ولكن لدوره تاليه للدوره الحاليه. ونبدا نتكلم بقى عن تفسير القاعده الدستوريه، وزي ما احنا عارفين ان التفسير دوت معناه تحديد معنى القاعده القانونيه وبيان مداها
وذلك عن طريق برضو الوقوف عن المعنى الظاهر والمباشر اللي بيخلص من الفاظ النص زي ما احنا قلنا، وان القائم بالتفسير بيكشف عن المعنى الحقيقي للقاعدة القانونية طبعا عشان يوصل لروح التشريع، وبيقف على مختلف العناصر اللي المشرع الدستوري كان أرادها في فترة وضع الوثيقة الدستورية. وزي ما احنا عارفين طبعا ان كافة القواعد الدستورية ايا كان مصدرها طبعا بتنصرف الى اهمية كبيرة بالنسبة للقواعد الدستورية المكتوبة، على اساس ان القاعدة القانونية دي بيبقى لها الفاظ محددة، ان الشخص المفسر او القائم بالتفسير بيقوم بتحديد الالفاظ وعلى اساسها بتتحقق الغاية من التشريع، وده على عكس القاعدة الدستورية العرفية زي ما احنا عارفين، لان طبعا بيبقى في اختلاط في تفسيرها بين وجود القاعدة الدستورية العرفية ذات نفسها والتفسير المراد من خلاف على وجود القاعدة العرفية. وزي ما احنا عارفين ان تفسير الوثيقة الدستورية ده هو طبعا موضوع من الموضوعات المهمة جدا طبعا، وفي الاساس عندنا هو نفاذ القاعدة الدستورية. نفاذ القاعدة الدستورية ديت اللي احنا بنقوم على اساسها بتفسير القاعدة الدستورية في حالة وجود غموض في نص معين في القانون، او عدم وجود نص في القانون ذات نفسه او في الوثيقة الدستورية، يحدد الجهة المختصة بتوقيع الجزاء في حالة مخالفة اي سلطة من سلطات الدولة او حتى الحاكم للنص الدستوري اللي هو اراده المشرع الدستوري حين وضع الوثيقة الدستورية. ولكن بقى الوثيقة الدستورية طبعا ممكن انها بتعدل تحت اصدار التفسير، يعني ممكن الشخص القائم بالتفسير دوت يقوم بتعديل الوثيقه الدستوريه على اساس ان هو بيفسرها. ففي الحاله ديت الغرض من تفسير القاعده الدستوريه هنا بيبقى مخالف للنص الدستوري اللي تم وضعه سابقا، وعلى اساسه برضه بتحدد الجهه اللي بيلجا اليها الافراد في حاله وجود نص غامض او عدم وجود نص على او حكم للقاعده او المساله المعروضه على النزاع في الوقت دلوقتي. يعني على اساس طبعا ان السلطه التاسيسيه هي اللي قامت بوضع الوثيقه الدستوريه في الوقت دوت، وهي اللي بتحدد الجهه المختصه بتفسير القاعده الدستوريه اذا حدث خلاف بين الحاكم والمحكومين او اي سلطه من سلطات الدوله الممثله في السلطه التشريعيه اللي هي البرلمان حاليا، والسلطه التنفيذيه الممثله في الحكومه، والسلطه القضائيه الممثله في القضاء. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان الوثيقه الدستوريه ديت يجب انها تتضمن تحديد للجهه المختصه بتفسير الوثيقه الدستوريه ذات نفسها، وبتبين برضه في نفس الوقت ديت الاطار القانوني او الحدود اللي بيتم فيها تفسير النص دوت، او يجب ان هي تتضمن السلطه المفسره وما تخرجش السلطه ديت على القواعد اللي هي وضعتها الوثيقه الدستوريه تحت ستار تفسير القاعده الدستوريه. وهنبدا نتكلم بقى عن المصادر التفسيريه للقاعده الدستوريه. وعندنا في اهم مصادر التفسير القاعده الدستوريه هي القضاء، وفي عندنا القضاء كمصدر اساسي لتفسير القاعده الدستوريه، وفي عندنا بعد كده التفسير التشريعي والتفسير الفقهي ودور الفقه في تفسير القاعده الدستوريه. والتفسير التشريعي زي ما احنا قلنا، وبناء عليها هنحتفل النهارده بالمصادر الثلاثه المختصه بتفسير القاعده الدستوريه، وهنتكلم عن القضاء كمصدر للقاعده الدستوريه. وزي ما احنا قلنا لابد من تحديد هيئه مختصه يمكن الرجوع اليها في تحديد المعنى للقاعده القانونيه وتحديد مضمونها، على اساسه بيتم تفسير القاعده القانونيه او القاعده الدستوريه في حاله وجود خلاف او وجود نزاع او وجود غموض في النص ذات نفسه. تمام؟ وتطبيق القاعدة القانونية بيكون من اختصاص القاضي زي ما احنا عارفين. فالأصل عندنا إن القاضي هو اللي بيفسر القاعدة القانونية وبيعاونوا القضاء في مهمة التفسير، ورجال الفقه ذات نفسهم هم اللي بيضعوا بعض التفسيرات الفقهية. وفي نفس الوقت برضه إن المشرع بيقوم بإصدار تفسير في بعض المسائل، وبيبقى عندنا ثلاث مصادر أساسية: القضاء والفقه، على اساس ان الفقه هو مصدر اقناعي غير ملزم بيستعان به طبعا على سبيل الاستئناس، على عكس التفسير اللي بيقوم به المشرع. التفسير التشريعي زي ما احنا قلنا بيكون له قوه الزاميه طبعا من تاريخ صدور النص الدستوري ذات نفسه،
تمام؟ على اساس هنا ان احنا نطبق في العمل الاراده اراده المشرع من تاريخ صدور النص، التفسير في حاله غموض النص ذات نفسه على اختصاص جهه معينه او وجود خلاف بين سلطه من سلطات الدوله. زي ما احنا عارفين طبعا ان المشرع الدستوري طبعا يعني كان اولى اهميه كبيره للقواعد الدستوريه، وكان لابد ان هو يضع في وثيقه الدستور نص خاص بيحدد فيه الجهه اللي بتقوم بالتفسير زي ما احنا قلنا. ده في بلاد الدساتير المكتوب، ولكن بقى في بلاد الدساتير العرفيه زي ما احنا قلنا في العرف الدستوري كان بيستقر على مصدر معين يلجأ للشخص القائم بالتفسير، وفي الحاله ديت المصدر التفسيري دوت بيعتبر هو المصدر الوحيد اللي احنا لابد ان احنا نلجأ اليه. زي ما احنا عارفين ان التفسيرات دي بتعد قائمة على أساس القاعدة القانونية اللي يجوز مخالفتها أو لا يجوز الرجوع عليها. وزي ما احنا شايفين كده إن القضاء والفقه والتشريع مصادر أساسية في جميع النظم الدستورية على جميع الدول على مستوى العالم. زي ما احنا قلنا إن احنا موضوع الكتاب كله بيتكلم عن النظرية العامة للقانون الدستوري، فاحنا هنا بنتكلم عن النظم الدستورية في جميع الدول، ومنها مصر وبعض الدول العربية زي الكويت ومملكة البحرين اللي احنا بنقتصر على شرحهم في هذا الفصل والمقرر الدراسي. تمام؟ وبناء عليها هنبدأ نتكلم بقى عن المصادر العامة للتفسير اللي هي بتنحصر في القضاء والفقه والتشريع. وزي ما احنا قلنا ان القضاء ذات نفسه بيقوم بتفسير القاعدة القانونية او القاعدة الدستورية في حالة عرض مسألة أو خلاف بين بعض المتقاضين. تمام؟ فالقاعدة الأساسية عندنا أو المبدأ الأساسي المستقر عليها هو مبدأ استقرار القضاء في تفسير القاعدة القانونية أو تطبيق القانون على الوقائع المعروضة على القاضي في النزاع. ولكن عندنا القضاء الإداري والمتمثل في مجلس الدولة بيقوم ببعض أو إنشاء قاعدة قانونية في حالة عدم وجود نص قانوني تطبيقا لروح العدالة. ففي الحالة دي إذا لم يكن هناك نص قانوني موجود في قانون معين يطبق على الحالة أو المسألة المعروضة أو القضية المعروضة على القاضي، يقوم القاضي في هذه الحالة بإنشاء قاعدة قانونية، ولكن بشرط ألا تخالف القاعدة الدستورية اللي هو الدستور ذات نفسه أو وثيقة الدستور المعمول به في الدولة. تمام؟ ونبدأ نتكلم بقى عن القضاء ذات نفسه كمصدر للقاعدة الدستورية. وزي ما احنا عارفين ان القضاء دوت بيعتبر مصدر تفسير للقاعدة الدستورية، وهو عبارة عن مجموعة الأحكام اللي بتصدرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عند الفصل في المنازعات التي تعرض عليها. زي ما احنا قلنا وان القاضي الإداري يجوز له أن يقوم بإنشاء أو اختلاق قاعدة قانونية جديدة في حالة عدم وجود نص لكي يقوم بتطبيقه على النزاع المعروض عليه، ويقوم بتطبيق النص الذي قام بإنشاؤه على الوقائع المعروضة عليه تطبيقا لروح العدالة. والقضاء بيتولى مهمة التفسير زي ما احنا عارفين، وبيقوم بتطبيق القانون على المسائل اللي بتعرض عليه والقضايا اللي بتعرض عليه. وزي ما احنا عارفين ان وثيقه الدستور ذات نفسها بيقوم المشرع الدستوري بوضع مسائل ينظمها زي ما احنا قلنا متعلقه بالسلطات العامه للدوله. وفي نفس الوقت برضه بيعتبر القضاء ده مصدر من المصادر التفسيريه للقواعد القانونيه الدستوريه. وزي ما احنا عارفين ان الدستور بينص على حكم موضوع معين يسير تطبيق هذا الحكم على المنازعات اللي بتعرض على القاضي، والاحكام اللي تصدر من القضاء في بعض المنازعات بتعتبر مفسره للنصوص الدستوريه ذات نفسها، لان زي ما احنا قلنا ان القاضي بيطبق مبدا استقلال القضاء، وكل قاضي مستقل بعرض او بتطبيق قاعده قانونيه ولكن في حدود معينه وبشرط عدم مخالفه القاعده الدستوريه ذات نفسها. وزي ما احنا عارفين ان القضاء بيعتبر من المصادر التفسيريه للقانون الدستوري في بعض البلدان اللي بتطبق الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين، ومنها القانون المصري على اساس في عندنا نص في دستور 2012 والمعدل بدستور 2014، وهو على اختصاص المحكمة الدستورية العليا
تفسير القاعدة القانونية في حالة وجود خلاف أو نزاع بعض سلطات بين سلطات الدولة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان بعض المحاكم بتتولى برضو امر تفسير الدستور وبتصدر حكمها بدستورية او عدم دستورية القانون ذات نفسه، وفي بعض الحالات بيتم وقف الدعوة تعليقيا كمسألة اولية في الدعوة المعروضة على القاضي للفصل في دستورية او عدم دستورية نص قانون معين، سواء كان هذا النص في قانون معين او يعني الادعاء بعدم دستورية القانون كله. وفي الحالة دي كان لقضاء المحكمة العليا الامريكية برضو وحكم شهير في تفسير احكام الدستور الامريكي، وكان من طرق التفسير النص طبيعي المحكمة العليا اللي كانت بتقرر حق التقاضي في عدم تطبيق القانون إذا رأى أنه مخالف الدستور ذات نفسه، فمن حق القاضي في الحالة دي إن ما يطبقش القانون إذا كان بيخالف قاعدة دستورية في الولاية أو في الولايات المتحدة الأمريكية عامة. يعني رغم أن الدستور الأمريكي ذات نفسه ما كانش بينص على نص صريح بيقرر حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين، ولكن طبعا ان القضاء او المحكمة الدستورية العليا في امريكا اعطت هذا الحق للقاضي في عدم تطبيق القانون اذا كان مخالفا للدستور. وهنتكلم عن بقى خصائص التفسير القضائي، وزي ما احنا عارفين ان القضاء بيعتبر مصدر من مصادر لتفسير القاعدة الدستورية. و التفسير القضائي دوت يعني بيبقى له صبغه عمليه واقعيه طبعا اكثر من التفسير الفقهي او التفسير التشريعي، على اساس ان هو بيبقى متشبع طبعا بروح العداله، لان القاضي زي ما احنا قلنا وخصوصا القاضي الاداري اذا لم يجد نص في القانون او في المساله المعروضه عليه فبيقوم بانشاء قاعده قانونيه تتناسب مع روح العداله، وفي الحاله دي بشرط ان النص دوت اللي قام بانشائه او باختلاقه القاضي الاداري ما يكونش مخالف للقاعده الدستوريه. وزي ما احنا عارفين ان التفسير القضائي دوت مش غايه في ذاته يعني، ولكن هو وسيله طبعا ان القاضي بيقوم بتطبيق القانون على المسائل المعروضه عليه، وفي الحاله دي بتتاثر بالنتائج العمليه اللي بتنتج عن تطبيق الرأي القضائي لمنتهج القاضي في تفسيره للقاعدة القانونية في حالة نزاع المعروض أو المسألة المعروضة اللي هي الدعوة أو القضية المعروضة على القاضي. وأيا كان بقى نوع القضاء، القضاء عادي أو القضاء الإداري، ولكن القضاء الإداري بيختص بصبغة مختلفة على أساس أن القاضي الإداري يمكن أو يجوز له أن يقوم بإنشاء قاعدة قانونية حتى لو كان مفيش نص قانوني ويقوم بتطبيقه على النزاع المعروض عليه. وزي ما احنا قلنا الإرادة التشريعية دي لابد انها تقوم في تطبيق التشريع ذات نفسه على الحالة المعروضة، ولكن ما يخالفش العدالة او روح العدالة بمعنى اصح يعني، وبيكون القاضي هنا مكلف بتطبيق ضميره وما يخرجش على القواعد المقصودة أو المعنى المقصود، على أساس أنه بيقوم بتفسير القانون أو القاعدة القانونية على المسألة المعروضة عليه أو القضية المعروضة عليه. وزي ما احنا قلنا أن الجهات القضائية بتبقى حرة في تفسيرها للنص المعروض عليها أو النص اللي بتقوم بتطبيقه على المسألة أو القضية المعروضة عليه، على أساس طبعا زي ما احنا عارفين أن القاضي أصلا حر ومستقل وما فيش أي تأثير من أي جهة على القاضي يقوم بالضغط أو بالتأثير على القاضي العادي أو القاضي الإداري، وده بيكون طبعا وفقا لمبدأ استقلال القضاء زي ما احنا عارفين. وهنتكلم بقى عن مدى إلزام التفسير القضائي ذات نفسه. زي ما احنا عارفين ان التفسير القضائي طبعا بتسيطر عليه النظم القضائية في كل دولة من دول العالم، ولكن طبعا لازم نفرق بين الدول اللي ذات الدول الاتجاهات اللاتينية او الدول ذات الاتجاهات الانجلوساكسونية.
على اساس برضو ان مصر والدول العربيه بتطبق النظام اللاتيني، زي ما احنا قلنا ان موضوع البحث بتاعنا او موضوع الدراسه هنتكلم عن دور القاعده الدستوريه في نظام الدستور المصري والدستور الكويتي ومملكه البحرين. والمبدا الاساسي المستقر عندنا في الدول ذات الاتجاه الاتنينيه ان التفسير دول بيبقى ملزم للطرفين اللي هم قاموا بالنزاع او عرضوا النزاع على القاضي زي ما احنا قلنا، وتم تفسير القاعده القضائيه على اساسه. وطبعا ان القاضي لابد ان هو ما يتجاوز القوه الالزاميه للاشخاص موضوع النزاع وحجيه الامر المقضي ليه. لان زي ما احنا عارفين طبعا اذا صدر حكم من القاضي بيحوش حجيه ولا يجوز ان يعرض الامر على المحكمه بطريقه اخرى يعني، او بدعوى اخرى، لان الحكم هنا حاز حجيه الامر المقضي فيه. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ان المحكمه بيجوز لها ان هي تفسر اي قاعده قانونيه معروضه عليها على قضيه، ولكن طبعا يجوز للمحكمه ذاتها طبعا في نفس الوقت ان هي لو فسرت قاعده قانونيه بتطبيقها على مساله او قضيه معروضه عليها ان هي تقوم بتفسيرها بطريقه مختلفه يعني، مش نفس يعني كل قاضي حر ان هو يفسر القاعده القانونيه على اي قضيه معروضه عليه. ولكن كان عندنا قاعدة أساسية في فرنسا على اختلاف المحاكم وأنواعها طبعا كانت بتتقيد بالمحكمة يعني بقضائها السابق في درجاتها، أو كانت بنفس الدرجة أو أعلى منها يعني. وكان القانون المدني الفرنسي بينص في المادة 5 على أن يحرم على القضاء أن يضعوا للفصل في إحدى القضايا مبدأ عام يطبق في القضايا المماثلة، بمعنى أن كل قاضي حر بتطبيق أو تفسير القاعدة القانونية على النزاع أو الحالة المعروضة عليه. وزي ما احنا عارفين ان كان في الدول ذات الاتجاهات الانجلو ساكسونيه ومنها الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال كانت بتاخذ بالسوابق القضائيه، زي ما احنا عارفين نظام السوابق القضائيه دوت بيبقى ملزم للمحكمه اللي اصدرته وللمحاكم اللي في نفس الدرجه بتاعتها او المحاكم الاقل منها درجه. وزي ما احنا عارفين ان الدول دي ذات نفسها كل محكمه بتتقيد في قضائها بالمحاكم اللي اصدرتها قبل كده وبالمبادئ اللي اصدرتها محكمه اعلى منها. وزي ما كان عندنا طبعا في القانون العام الانجليزي كان في بعض القضايا اللي كانت بترجع لعهد الملك ادوارد في القرن 13، وكانت على سبيل المثال وضعوا مشروع الحقوق اللي هو في سنه 1688، وكان ده يعتبر تسجيل من المبادئ اللي اقرتها السوابق القضائيه في القرن 17. تمام؟ وهنتكلم بقى عن دور القضاء المصري في مجال التفسير قبل انشاء المحكمه العليا الدستوريه. وزي ما احنا عارفين ان المحكمه العليا كان لا يجوز لها انها لا تقوم بتفسير اي قاعده قانونيه معروضه عليها، الى ان بقى تطور الامر وصدر في دستور 71 زي ما هنشوف بعد كده، وصدر نص بيحدد اختصاصات خاصه بتفسير القاعده الدستوريه للمحكمه الدستوريه العليا. ولكن في الوقت دوت كانت المحكمه العليا كانت لا يجوز لها ان تقوم بتفسير نص دستوري، وكان على مجلس الدوله المصري ان يقوم بتفسير الدستور زي الدستور مثلا 23، زي مثلا تقرير بعض الحقوق والحريات العامه، او مدى حق مثلا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في ايراد بعض القيود مثلا على بعض الصحف، وزي اصدار مثلا انذار او وقف او الغاء اي صحيفه من الصحف بالطريق الاداري، وكان نص عليه في الماده 15 من الدستور. وده طبعا كان مشهود لمجلس الدوله المصري ان هو كان يقوم بتفسير بعض النصوص بالرغم من عدم وجود نص في الدستور يجيز لمجلس الدوله ان هي تقوم بتفسير بعض النصوص. تمام؟ زي مثلا مدى دستوريه القوانين الصادره بحرمان بعض الافراد بقى من حقهم في التقاضي، وكانوا بيفسروا من النص دوت على اساس تنظيم للسلطه القضائيه. وده كان دور برضو مشهود لمستشارين مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية. وكده يبقى احنا خلصنا بقى كده دور القضاء في مجال التفسير قبل انشاء المحكمة العليا.
وهنتكلم عن دور الفقه في تفسير القاعدة الدستورية، وهنتكلم عن خصائص التفسير الفقهي ومدى إلزام التفسير الفقهي. ولكن بقى قبل ما نتكلم بقى عن خصائص التفسير الفقهي ودور أو مدى إلزام التفسير الفقهي، هنتكلم عن معنى اصطلاح الفقه ذات نفسه. زي ما احنا عارفين ان اصطلاح الفقه دوت ممكن ان هو يسبغ على معنيين مختلفين، يعني اما يطلق على اراء الفقهاء ودراستهم العمليه للقانون ذات نفسه، زي مثلا اراء الدكتور رمز الشاعر او بعض فقهاء القانون الاداري او الدستوري، وطبعا ممكن ان هو يطلق لفظ او مصطلح الفقه دوت على الفقهاء انفسهم، وبناء عليه طبعا وفقا للقانون الوضعي بيقوموا بالدراسه والتحليل والتفسير. ولكن طبعا في الاساس عندنا المعنى المقصود هو الفقهاء اللي بيقوموا بدراسه القانون ويقومون بتحليل القوانين الوضعيه ودراستها والقيام بالتفسير، زي المجال التفسير الدستوري اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. وهنعرف برضو التفسير الفقهي على اساس ان هو بيعرف ان هو نوع من التفسير اللي بيقوم به الفقهاء، وبيبقى موجود في مؤلفاتهم وابحاثهم بشرح القواعد والنصوص القانونيه زي ما احنا قلنا، وبيتضمن فتاويهم ونقدهم للتفسير القضائي ذات نفسه، هي الاحكام اللي بتصدر من القضاء، ومواجهتهم للحالات التي لم يجد القضاء لها حلا، يعني اذا كان في مساله عرضت على القضاء وما القضاء ما لقاش لها حل، ففي الحاله ديت يقوم الفقهاء بتفسير المساله المعروضه على القضاء ووضع بعض الحلول وبعض التفاسير للمساله او النزاع المعروض، وبعد كده بيقوم القاضي بالقيام بالاخذ بالتفسير اللي قام به هذا الفقيه ووضعه في الحكم الصادر منه. وزي ما احنا عارفين ان الفقه بيعتبر مصدر اساسي للمصادر التفسيريه للقانون الدستوري، وان المفسر الفقهي دوت بيقوم بتحليل وشرح القواعد الدستوريه زي ما احنا قلنا اللي هي الواجبه التطبيق داخل نطاق الدوله. وزي ما احنا عارفين ان القوانين الدستوريه ديت بتختلف مصادرها وانواعها من دوله لاخرى. وهنتكلم عن بقى خصائص التفسير الفقهي، وقلنا التفسير الفقهي دوت بيمتاز ب المنطق الدقيق وسعة الأفق، زي ما احنا قلنا ان الفقيه هنا بيقوم بدراسة احكام القانون وبيطبق كل قاعدة قانونية باختلاف الظروف اللي تم وضع النص على اساسها. وزي ما احنا عارفين ان المفسر دوت ذات نفسه او الفقيه بيقوم بالتفسير على اساس ان هو غايه مش وسيله، زي على عكس القاضي. القاضي زي ما احنا عارفين ان هو هنا بيتخذ التفسير هنا كوسيله لحل القضيه او النزاع المعروض على المحكمه عشان يجد حل للنزاع المعروض عليه او القضيه المعروضه عليه، فهنا بيبقى عنده التفسير هنا وسيله في حد ذاتها، على عكس القائم بالتفسير اللي هو الفقيه اللي بيقوم بتفسير النص في حاله غموض النص او اختلاف بعض الجهات على تفسير النص. وزي ما احنا عارفين ان الفقيه دوت لو اتعرض عليه نص دستوري معين بيقوم برضه بتطبيق حكم القانون اللي اراده المشرع الدستوري، وطبعا على اساسه بيقوم بتقرير دستوريه او عدم دستوريه هذا النص. وزي ما احنا عارفين طبعا ان بيستعين الفقيه طبعا ببعض قواعد المنطق السليم اللي بتطبق على النص المعروض عليه او القائم بتفسيره، وان القواعد دي بتؤدي برضو الى نتائج عمليه المشرع ذات نفسه بيقوم بتطبيقها على الحالات الواقعيه، ويقوم بتطبيق هذا الراي من الصادر من الفقيه، ويقوم بتطبيقه على النص الغامض او في حاله عدم وجود نص موجود في القانون ذات نفسه. وهنتكلم بقى عن مدى الزام التفسير الفقهي. التفسير الفقهي دوت لابد كان في العهد الروماني كان بيعتبر التفسير الفقهي دوت مصدر اساسي للقانون في ظل العهد الروماني، الا ان الامر تطور زي ما احنا عارفين كده واصبح ان التفسير الفقهي له دور معنوي على اساس ان الشخص القائم بتفسير القاعده القانونيه او القاعده الدستوريه، وطبعا ان التفسير الفقهي دوت ما يعتبرش في الوقت الحالي طبعا الا مصدر، ما يعتبرش مصدر رسمي للقاعده الدستوريه زي ما احنا عارفين، ولكن هو مصدر تفسير. وطبعا ممكن نقول ان القضاء ذات نفسه بيرجع لبعض التفاسير الفقهيه
وبيستفيد طبعا رجال القانون طبعا من المؤلفات اللي بيقوم بها الفقهاء طبعا، وبيسترشدوا بهم في تفسير القواعد الدستوريه، ويعني اذا اجمع بعض الفقهاء على راي معين في موضوع معين او مساله دستوريه معينه يعني، بيبقى لها اثر كبير على السلطات في الدوله، وبيقوم القضاء في معظم الاحوال بتطبيق التفسير الفقهي اللي اجمع عليه الفقهاء، وطبعا بيتم التفسير الفقهي ده طبعا ويكون له اثر كبير على احكام القضاء، وفي نفس الوقت طبعا بيأثر على المشرع ذات نفسه، وممكن ان يقوم المشرع ذات نفسه بتعديل القاعده التشريعيه او القاعده الدستوريه وفقا للادوات او الاليات المتاحه بتعديل او تفسير القاعده الدستوريه، وده اللي هنشوفه في التفسير التشريعي. وهنتكلم بقى عن دور التفسير التشريعي ودور التفسير التشريعي في الوقت الحاضر ومدى إلزام التفسير التشريعي. وزي ما احنا عارفين ان المشرع ذات نفسه ممكن ان هو يصدر بعض التشريعات التفسيرية لنص قانوني موجود في وثيقة الدستور على أساس الحكم الوارد في الوثيقة الدستورية، ولكن برضو كان في بعض الحالات بيثور برضو خلاف حول تفسير النص في القضاء زي ما احنا شفنا قبل كده. وإذا أخذ القضاء بقى في تفسيره هنا بمعنى أو مقصد على عكس المشرع قصده، بيقوم المفسر التشريعي هنا بعمل تشريعي، وان السلطه اللي اصدرت التشريع الاول او الدستور الاول هي اللي المفروض ان هي تقوم بتفسير، او طبعا في بعض الحالات بيستغل التفسير دوت ويتم تعديل القاعده الدستوريه، ولكن طبعا وفقا لاراده المشرع في تاريخ صدور الوثيقه الدستوريه. وزي ما احنا عارفين ان المشرع العادي طبعا ممكن ان هو يقوم بتفسير بعض النصوص القوانين الاساسيه، ولكن طبعا لابد ان هو يتبع بعض الاجراءات اللي نص عليها الوثيقه الدستوريه زي القوانين المكمله. يقوم البرلمان برضه بعض بوضع قوانين المكمله للقاعده الدستوريه وفقا للاجراءات اللي نص عليها الدستور. وهنتكلم بقى عن دور التفسير بقى في الوقت الحاضر، وزي ما احنا عارفين ان التفسير التشريعي ما عادش له يعني اثر او حجم بالنسبه لتفسير القاعده القانونيه اللي بتصدر عن البرلمان، وزي ما احنا عارفين ان المشرع بيقتصر هنا على فرض برضه بعض القواعد القانونيه اللي هي ملزمه، وفي نفس الوقت بيسيب القضاء ان هو يقوم بتفسير القاعده القانونيه وتطبيقها في العمل على المسائل والانزاع المعروضه، وبيطبقها على القضايا المعروضه عليه. وزي ما قلنا ان المشرع الدستوري الكويتي في ظل الدستور 1962 كان لجأ برضو عن طريق المذكرة التفسيرية طبعا علشان يفسر بعض التشريعات الملزمة للوثيقة الدستورية، وكان ضمن المذكرة التفسيرية طبعا يعني مقولة كده بيقول فيها: في ضوء ما سبق ده من تصوير عام لنظام الحكم ووفقا لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص يكون التفسير هنا أحكام دستور دولة الكويت. وفي نفس الوقت العرف الدستوري في دولة الكويت كان أيد المذكرة التفسيرية دي طبعا، وكان بيأكد على الطابع الملزم لنصوص الوثيقة الدستورية. وكان في عندنا برضو نص في دستور مملكة البحرين في 2002 طبعا، كان الدستور ذات نفسه كان موجود فيه مذكرة تفسيرية على أساسها كانت بتعتبر ان التفسير اللي تم ذكره في المذكره التفسيريه طبعا بيبقى متمم من اصول الدستور ذات نفسه وملزم لكل الهيئات اللي هي في الدوله، وبيكون النص ملزم لكافه السلطات العامه في الدوله. والمذكره التفسيريه طبعا كانت بتقوم بتفسير النصوص التفسيريه بذات الاجراءات اللي تم اعداد الدستور على اساسها، وكانت بقى مرافقة لنصوص الوثيقة، والمفروض إنها تبقى تحت نظر الملك عند تصديقه على الدستور أو الوثيقة الدستورية،
واكدت طبعا مقدمه الدستور في مملكه البحرين في الفتره الاخيره على القيمه القانونيه الملزمه لمذكره التفسير، وقالت انه وقد تضمن بقى هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكامله مع كافه نصوصه غير المعدله. وفي نفس الوقت ارفض بمذكره تفسيريه كانت تعتبر مرجع لتفسير الاحكام اللي هي موجوده في الوثيقه الدستوريه. وهنتكلم بقى عن مدى الزام التفسير التشريعي. قلنا ان الفقه استقر على ان التفسير التشريعي طبعا بيكون له نفس اثر التشريع اللي قام به طبعا، اللي هو على اساس يكون له اثر ملزم وعام لكل سلطات الدوله، على اساسها طبعا ان القضاء ذات نفسه بيكون ملزم بتطبيق القاعده المفسره للتشريع. ولكن بقى كان بيصور برضه في العمل بعض المشاكل طبعا الاساسيه، طبعا بيقوم اثر التفسير اذا جاء متضمنا لقاعده جديده بتنطوي على تعديل التشريع زي ما احنا قلنا. فلازم هنا نفرق بين فرضين، الفرض الاول بيتمثل بقى ان السلطه اللي قامت بالتعديل دوت او بالتفسير ذات نفسه على اساس بتملك تعديل التشريع اللي هو كان المقصود تفسيره. وفي الحاله دي بيكون التفسير ملزم، يعني طبعا هنا السلطه المختصه بتفسير القاعده الدستوريه هنا بتملك التعديل. وفي عندنا فرض ثاني بقى كان بعض السلطات بتبقى مفوضه من سلطه مختصه بوضع التشريع اللي هو المقصود تفسيره، وكان بيجب على السلطه المفوضه هنا ان هي تراعي ان الغرض المقصود من الامر الموكله اليه بتفسير القاعده القانونيه. ولكن بقى اذا تجاوزت بقى السلطه ديت الحدود المحدده لها في التفسير وتجاوزت التفسير وقامت بتعديل القاعده الدستوريه، فهنا بيعتبر ليس لها اي اثر او قوه ملزمه. زي ما احنا عارفين ان الهيئه المفوضه او الموكله بتفسير القاعده الدستوريه بتقوم بالتفسير فقط وليس تعديل النص الدستوري، لانها ملتزمه بحدود النص وتطبيق الروح التشريعيه اللي قام بها المشرع الدستوري منذ بدايه وضع النص الدستوري. وبناء عليه طبعا زي ما احنا عارفين ان السلطه المختصه بالتشريع الاصلي بتعتبر سلطه تشريع، سلطه تشريع عاديه زي البرلمان كده في مصر طبعا، وان القاعده اللي بتصدر من البرلمان بتنفذ باثر فوري على اساس ان طبعا ان المشرع لابد ان هو يوافق على تطبيق القاعده المراد تعديلها او تفسيرها باغلبيه خاصه، على اساس طبعا ان في بعض القوانين بيكون لها اثر رجعي اذا نص في التعديل ذات نفسه على تطبيق هذا النص او القانون باثر رجعي. وزي ما احنا عارفين طبعا ان النصوص بحقيقه مضمونها يعني وليس بالعنوان اللي بيسبقه المفسر على النص ذات نفسه. وزي ما احنا شفنا وعرفنا ان القضاء الاداري المصري قام ببعض التفسيرات في ظل دستور 23 في حاله عدم وجود نص بيجيز لمجلس الدوله او القضاء بتفسير بعض النصوص. وطبعا زي ما احنا قلنا ان الاحكام اللي بتصدر باثر فوري. وهنرجع بقى للجهات المختصه بالتفسير في النظم الدستوريه لبعض الدول العربيه للقاء القادم ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.